السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وكانا مزيانة ان شاء الله. المهم اخوتي، اليوم غادي نضربو لكم واحد الدويرة في المحل. شوفوا هاد الفراكس اللي عندنا هنايا، ما عرفتش باش غادي نبدا لكم، واش غنبدا لكم باللي زوين ولا اللي زوين بزاف. الخايب راه ما كاينش اخوتي، الحيوان ما عندي حتى واحد خايب. نبدا لكم بواحد عزية، واحد عزية. ويلي ويلي، اج اج، عمركم الشوق علينا مدريسية. هاي قنية مدريسية، اي لون؟ كنقدم لكم اي لون. كتبقى تابعة، نشوفو شنو غادي دير مع هاد البرهيشة. صافي تلفتيها منا، يلا الجميع جبد عنا هذا الرسم. اش هذا الزين؟ اش عندي الكليب والله الا كنسى السمية ديالو، هاد البولدوغ نسيت حتى السمية ديالها، خصني نجيب الكامل. اش كتلعب زوين هاد؟ اش بونشي الحمق هذا؟ هذا بعدا من كنطلق له، شوف شوف كيفاش كيبقى يدير بحال بوالي، كيبقى كيحلو ديك الراس وكيبقى كينفخ. صافي شوف 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 شوف، واش ماشي بوالي هذا؟ ها كاين ها كاين حظ، ولكن هاد لابرادور هذا والله الا قلت لي بلا زوين، عرفتي واحد الذكاء فيه وواحد الرشاقة مالي فهمتي. اش اي واقف 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 واقف، شنو كتاكل نتوما؟ الله ينعل اللي محشم. شوف شوف اخوتي على قباحها، عرفتي حكا لي شهادة واقف يعني واحد القباحة. اش السهل؟ ما هضر معاك حد كلشي، انت الفيديو ديالك هكا قبل من هذا، مالك؟ صورناك وتبوزيتي مع راسك وبنتي علينا، شنو باقي خص؟ يلا كلشي لا، كلشي لا، يلا هنينا بالصداع. دابا النوبة ديال التبوزيتات دابا، خلينا من القباحة ومن الشراسة ومن الشي، أنا خوتي، أنا، هادو بيشو هافانا، هذا الإنتاج ديال المزرعة ديالنا، اللهم بارك. عندنا باقين عندنا منهم، كنهبط هي بياسه بياسه من هنا، غنطلقوهم من الارض، تنوض شي شويه ديال الروينه. مالك كتنفسو؟ ها بشويه ها بشويه ها بشويه، شو الزيان الكحل هذا والله الا واعر. اي ها تنفسو، هذاك بركان عندك تيمشيو عندك؟ لا ما نمشيوش عنده اصلا دابا بالكمامه. اجي السينا البوندوك هادي شحال في منا. هادي المهم اخوتي، عندنا هنايا الناس اللي كيعجبوهم الكاميليون، عندي واحد الكاميليون اللهم بارك فيه، واحد كولور انا عجيب هذاك، واحد كولور اللهم بارك اللي هو غريب وغريب بزاف. او ماي جود، عندي واحد اللعيبه عاوتاني واحد عاوتاني العشاق ديالها، واخا قلالين المهم واحد كاعين، الناس كاملين كيقولوا تنسى. هذا اخوتي بزاف ديال الناس عندنا هنايا ما كيعرفوش، وبزاف ديال الناس كيقولوا له التمساح كيدوخوا فيه. هذا اخوتي كيقولوا له الضب، هذا كيكون عندنا في المغرب كيعيش عندنا في الصحراء ديالنا، راه عندنا تما موجود. ونزيدكم واحد المعلومه، هذا دابا كيكون ثابت، تقدر تهزو ما يضربك ما يعضك ما والو، بالحق اون فوا ضرب فيه الشمس مزيان الكولور ديالو كيتبدل على حسب، يا اما كيرجع خضر يا اما كيرجع احمر، كيرجع احمر بحالو بحال العافيه. وديك الساعه كيولي كيضرب هاد الشوكات هادو كيوقفهم وكيضرب. انا راه ديجا كنضرب ليه هنايا، حردني بحال لا ضربك بالمنشار، والجلد ديالو كيكون ساميك. هذا الضرب فيه الوقيده تشعل، دير الوقيده هكا تشعل وعاد العضان كيعض. وواحد المعلومه اللي على هاد الضب هذا اللي هي غادي تجيكم غريبه غريبه بزاف، هذا الكائن الوحيد اللي كيقدر يتغذى على الشمس، يعني بلا ما ياكل بلا ما يشرب كيحل غير فمو في ديك الاشعه الشمس وكيبقى ريسبيري، سبحان الله العظيم كيدي داكشي اللي خصو كامل.
المهم هادو هما المعلومات عندي بزاف عليهم ديال المعلومات. وإلا عجبكم ديك الساعة نعملوا له فيديو ديالو خاص في استوديو إن شاء الله وغادي نهضروا عليه. ماشي هذا قلنا الضب ديال الصحراء أيلو أجي دخل المطعم مشاهد أيلو مالك صاحبتي مالك على هاد البسالة مالك كتهضر مالك أيوا طلق مني خويا بحالك الله كاين راه غادي تدخلي عند هذاك غيتعشى بك اليوم مفهوم عجبني هاد القنينة من كيكون معدي من الدار كنطلقها للعيال عندنا سكيج ناس كيف ما كتشوفوا شي حاجة صغيرة اللهم بارك هادو غنيين على التعريف كلشي كيعرفو دابا غادي ندوزو وين كاينين شكتيطة اللهم بارك يا ولي ديالنا طافي عليهم الضوء على حساب الحرارة بيترينا وهذيك خوتي بغيتكم تشعشعوا هذا الفيديو باللهم بارك القطيطات ما دنبهم والو العين راه علينا حق المهم ها هي على الرقبة ديالكم اللي تفرج في الفيديو وصل هذه اللقطة يهبط الكومنتر ويقول اللهم بارك تبارك الله المهم باش هذه القطيطات هذيك تحجبوا ان شاء الله اش شو مسكينة كيفاش صافي صافي والله ما نزيد نبرزطك عندنا عندنا واحد قطيطة واحد المهم اخوتي عندنا هاد الجاكوار هادي نيرا قطيطة مزيونة غزالة فنيونة المهم كوبليناها بشي رازي عطاتنا هاد عطاتنا هاد الوالات هادو هاد لي راس هما عاد غادي نوكيزيانو شوفوا اللهم بارك على فنون هذا حديد دان هذا ما كيتباع ما كيتشراش اجي مالك هذا سبحان الله العظيم طاح من الطبقه الرابعه وهو وخاه مات في بلاصه وهو كان تكرف من رجله مسكين المهم وقابلته دابا اللهم بارك رجع مزيان بالنسبه للناس ديال القطط الا بغيتو كاينين غالبا كيديروا بوماده صفراء حتى هي مزيانه بالحق هاد توبريكس حتى هي راه زوينه وفعاله انا كنخدم بهم بجوج بالبوماده وكنخدم حتى بهادي هادي لقيت عليها نتيجه زوينه راه القطط ديال الزنقه كنلقاهم معمشين كنمسح لهم يومين ثلاث ايام كيوليو مزيانين وهادي واخا يكون القط ما مريض ما والو عملها له واخا غير مره واحده في النهار كيبقى مزيان الحلاوه الحلاوه تفكرت هذوك الناس اللي كتبوا لي لي كومونتير في الفيديو اللي قبل من هذا على حساب الصين الجديد على حساب التقريعه المهم اخوتي واش ما عجبتكمش التقريعه ها انتم ها صافي واش قالت لي نط في الصباح بان كي قرعت صافي هادشي اللي كاين راه ما كاين لا الصين لا والو شحال من واحد شوف غادي نقول لكم واحد الحاجه غادي تضحكوا عليها اليوم مشيت لواحد الكلوب ديال الرياضه باش نتسجل فيه وانا ندخل لقيت واحد السيده في الريسبسيون المهم يلا دخلت عندها قلت لها السلام السلام اختي لاباس مزيان كدا خصني نتريض معكم وهي تشوف فيا مع جاب التقريعه الحيه وهي تقول لي قالت لي خيرها كلوب عندنا ميكس قلت لها كيفاش ميكس زعما فهمتها غير قلت لها كيفاش ميكس قالت لي راه فيه البنات قلت لها ديك الشيء اللي خصني الرد ديالي كان صادم ليها ما توقعتهاش مني ديك الساعه قلت لها الدنيا يعني اختي المهم اخوتي هذا هو القطع ديال الفيديو لا نزيد نوريكم شي حاجه غنوريكم هاد القطع شي رازي بيكينوا هاد الكليب هذا مزيون حتى هو ديسيبليني والارما بالنسبه للحراسه الارما المهم كاين لابرادور كيف ما شفتوه كاين كليب ديالنا راه معروف غني على التعريف بغيتو هما كاملين ندعيو مع هاد الحنينه هادي مسكينه راه حبله قريبه تولد كريشه ديالها المهم على حسب اللي حاسب لها باقي لها واحد اليومين ولا ثلاث ايام بزاف بزاف ثلاث ايام الا فاتت ثلاث ايام وما ولدتش ضروري خصني نمشي ندير لها ليبرا باش تولد ها قطيطات راه واحد السيد في لي كومونتير كل فيديو كيقول لي صورنا القطط صورنا القطط ها انا خاي ديالي اخاي مومو درت لك الخطر ها ما قطيطه
المهم اخوتي الاخر ديال الفيديو هو هذا. عارفكم ما كتسخاوش بالفيديو ديالي، عارفكم ما كتسخاوش بالحيوانات ديالي، وبزاف ديال الناس كيقولوا لي صورنا في المزرعه، صورنا في المزرعه. المهم اخوتي راه ضروري غادي نصور في المزرعه اليوم ان شاء الله، نديروا شي خريجه في المزرعه وبراء على المزرعه، عملوا شي فلوقات مزيانين. المهم الخدمه راه بدات في المزرعه، خلينا كلاب ديال الدريساج اللهم بارك، كليبات ديال الاوتيل، عملنا تما موطع ديال الحلاقه والطواليطاج وديك الشيء الى اخره. المهم بكل اختصار اي مشكل عندك في الكلب ديالك حنايا غادي نلقاو له الحل وغادي نعاونك فيه. وما تنساش تعاوننا بجيم، انا ما كنطلب والو، كنطلب جيم وكومونتير داك الشيء اللي كاين. انا رجعت لكم اخوتي كيف ما دينا ما كنسخاش بكم. المهم اخوتي كيف ما دابا على السيرفيس ديال المزرعه، حنا درنا سيرفيس كامل، شي واحد عنده شي كلبه قريبه تولد خاصو لي قابلو كنجيبوها كنسجعها لها، صوبنا موطا ديال الولاده بوحديتو نقابلوها لك حتى تولد وان شاء الله تفلت هي والفريخات ديالها، وديك الساعه كنتفاهموا كيفاش غادي نعملو. بالنسبه للحلاقه كيف ما قلتو، ما كاينه الحلاقه كوبلات، عندك الدكار خاصك تكوبلات، كاينين الايمات عندك نتوما خاصك تكوبلات، كاينين الكورة هادشي في الكلاب والقطوط، راه غالبا ديال القطوط اللي عندي هنا كبارين راه داخلين كوبلاج و اوتيل. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم في المقدمة، إلى اللقاء، نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.